اهلا بيكم مشاهدينا، معاكم ريم النمر في حلقه جديده من برنامج احلى كلام. اتطلب مننا ان احنا زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ميك اب البنات وازاي ان هم يهتموا بشكلهم وبمظهرهم، ان احنا كمان نتكلم بقى في الحلقه دي عن ميك اب الامهات بقى او الناس الكبيره عموما. هنتكلم عن ازاي ان هم يعرفوا يحطوا ميك اب لنفسهم، ازاي يعتنوا ببشرتهم، ازاي يهتموا بشكلهم وكل الكلام ده. حابه بس اقول حاجه كده، وهو ان السن مش عامل اساسي في حياتنا خالص. السن هو مجرد رقم، احنا اللي بنتحكم فيه مش هو اللي بيتحكم فينا. يعني مش معنى ان انا كبرت في السن ان انا خلاص ما اقدرش اهتم بنفسي، ما اعرفش احط ميك اب، ما اعرفش اشوف نفسي زي زمان. بالعكس، كل ما انا بكبر كل ما ثقتي في نفسي بتزيد واهتمامي بشكلي بيزيد اكتر واكتر. يعني خليكي واثقه في نفسك علشان الناس تشوفك حلوه، وخليكي حلوه في عين نفسك برضو علشان الناس تشوفك حلوه، لان انتي يعني مرايه نفسك. اكيد كلنا بنبقى قاعدين قدام التلفزيون وبنتفرج على الممثلات والفنانات الجميلات جدا، وبنقعد نقول ايه ده، هي ازاي شكلها حلو كده، هي ازاي شكلها صغير كده، طب هي عامله ايه، طب دي بتكبر ولا بتصغر. بنقعد نقول كل الكلام ده. مش محتاجه اقول ان الجمال اللي احنا بنشوفه ده كله بيبقى وراه سر. علشان بقى تعرفوا السر ده خليكم معانا بعد الفاصل، هنعرف كل الأسرار دي مع شخصية مهمة جدا هتعرفنا كل الكلام ده، معلومات مهمة جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا بقى النهاردة في حلقتنا مثال قدر فعلا يثبت لنا ان السن هو مجرد رقم. يعني مهما كبرت انا اقدر احقق حاجات كتير واقدر اعمل الحاجه اللي انا عايزاها طول ما انا في صحتي وطول ما انا عندي طموحي وطول ما انا فيا نشاط وحيويه. فليه لا، ليه ما احققش الحاجه اللي انا عايزاها؟ هفضل برضو ورا حلمي وورا اصراري لحد ما احقق الحاجه اللي انا عايزاها والحباها، حتى لو كانت بعيدا عن مجال شغلي او دراستي. خليني ارحب بضيفتي اللي منوراني النهارده، دكتوره حنان عطيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ريم. ممكن تعرفي حضرتك للجمهور؟ انا اسمي حنان عطيه، كنت بدرس دراستي كليه علوم وجوزت صيدلي، ف يعني اشتغلت معايا في مجال الصيدله، عندنا صيدليه بساعده فيها و بس. اوكي، انا عايزه اعرف من حضرتك اشمعنى السن مجال الساينس والصيدله عموما اللي اتجهتي له؟ طول عمري من دراستي في المدرسه وانا بحب الساينس بكل اقسامه، فيزيكس وكيمستري وبيولوجي. طبعا كان حلمي ان انا اخش صيدله، بس انت عارفه بقى موضوع المجموع والحاجات الفروقات البسيطه دي. كنت وقتها مخطوبه، كان خطيبي صيدلي، فقال لي أقرب حاجة لمجال الصيدلة هو العلوم، وبالفعل دخلت كلية العلوم. وكنت أكتر حاجة بحبها البيولوجي، بحب دراسة البيولوجي و الحاجات المواد العلمية عموما، يعني بصفة عامة. فتخصصت في البيولوجي، وبعد كده بعد ما خلصت الجامعة يعني اتجوزت على طول. اشتغلتي مع جوز حضرتك في الصيدليه؟ تمام. طيب، هو حضرتك طبعا برغم دراستك دي كلها انت كمان ما اكتفيتيش بكده، لا انت قعدتي تطوري من نفسك لغايه لما توصلي للحاجه اللي انت كنت حباها وهو الميك اب. خدتي كورسز في الميك اب علشان اوريدي بقيتي بروفيشنال ميك اب ارتست، فانا عايزه اعرف منك شويه في الموضوع ده. انا طول عمري بحب الميك اب، حتى في خطوبتي في فرحي ما عجبنيش الميك اب اللي حد يعمل لي، يعني عملت لنفسي. ده طول الوقت الحاجه اللي انا بحبها، يعني حتى في المدرسه تبص لي لما كنا بنكتب كده على المارجن بتاع الكتب، اقعد ارسم عينين وتفاصيلها فدي حاجه في دماغي طول الوقت. طيب، انا عايزه اعرف برضو من حضرتك انواع الميك اب اللي انت بتعمليها. بعمل كل انواع الميك اب، يعني السيمبل ميك اب قوي اللي بنسميه ميك اب نو ميك اب لوك، ده بتحطي لاير خفيفه جدا. طبعا البنات الصغيرين اللي هم في البروم مثلا برايد ميد صغيرين كده. وبرضو بعمل السواري ميك اب لو انت عندك ايفنت بقى جراند سواري شويه، وبعمل برضو البرايدال ميك اب
اوكي، احنا لاحظنا بقى في موضوع الميك اب ده ان حضرتك متخصصه جدا جدا في الميك اب بتاع الناس الكبيره. يعني احنا بنلاقي ميك اب ارتست كتير بيرفضوا ان هم يحطوا ميك اب للناس الكبيره بسبب يقولوا في لاينز بتبقى في الوش، في تجاعيد، فما بتبقاش سهل اللي احنا نحط ميك اب عليها، على عكس حضرتك خالص. فانا برضو حابه اعرف من حضرتك، هل انت كنتي قاصده الموضوع ده ولا جت بالصدفه؟ يعني انا طبعا ما كنتش حاطه لنفسي يعني حاجه معينه همشي فيها ميك اب. انا درست الميك اب بكل انواعه، ف اه زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشه الصور بتاعت الناس الكبيره ما شاء الله حلوين جدا. دخلت حطيت مثلا البنات الصغيرين الاول انبسطوا، ماما يعني امهاتهم بقوا عجبهم عايزين الميك اب. يحطوا زي اولادهم. فما كانش عندي مانع يعني، ما كنتش برفض ان انا اعمل ميك اب لحد كبير. وجات كده كذا حد ماذر اوف ذا برايد، ماذر اوف ذا جروم، وكنت بعمل مثلا البنت ومامتها او البنت و وجدتها واختها، لا واختها يعني، كنت بعملهم كلهم يعني، ما عنديش اي مشكله. طيب انا عايزه اعرف منك سريعا، انت ازاي عرفتي توفقي ما بين الـ يعني كل المجالات دي؟ بس انا عايزه اعرف الاجابه منك بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنت سألت حضرتك قبل الفاصل ازاي بتقدري توفقي ما بين كل المجالات دي. هي مجرد تنظيم وقت، والحمد لله كل اللي حواليا بيساعدوني يعني، بيتي وجوزي وولادي وكله بيساعدوني. ف يعني ما فيش حاجة بتأثر على لا حاجة. الحمد لله، طول ما انتي اللي حواليكي متفهم وبيساعدك الدنيا بتمشي تمام. طيب تمام قوي. كنت بقى عايزة أسأل حضرتك، طبعا انتي شايفة وعارفة موضوع مقاطعة المنتجات الفرنسية، فأنا كنت عايزة أسأل حضرتك، كحضرتك وجوزك برضو عندكوا صيدلية وكده، فهل المقاطعة دي أثرت عليكوا كمستوردين أو كعارضين للمنتجات الفرنسية او لاي منتجات يعني والله عموما؟ احنا دايما مهتمين ان يكون عندنا كل المنتجات، لان انتي لازم تجيبي كل حاجة بترضي الكلاينت بتاعك، وهو بيختار. لازم توفري على حسب النوعية وعلى حسب البادجت بتاعته، فحاطين كل حاجة وبس. واني بنصح دايما بالحاجات اللي هي تبقى ناعمة على الوش، يعني انا بوجه دايما الكلاينت بيقولي كده. طيب عايزة اعرف برضو منك، ايه هي المنتجات البديلة للمنتجات الفرنسية؟ في منتجات كتير زي ما بقولك، اهم حاجة تنقي المنتج اللي هو يكون ناعم على الوش، اللي هو تحطيه على الفرشة وتلاقيه بيجري على الوش، دي اهم حاجة. اوكي. طيب احنا زي ما قلنا في اول الحلقة ان احنا هنتكلم عن الناس الكبار، فانا كنت عايزة اعرف برضو منك ازاي ان هم يهتموا بنفسهم وبشرتهم، يعني يعملوا ايه علشان يطلعوا في احسن شكل دايما. هو اهم حاجة العناية بالبشرة عن طريق حاجة نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة كمان، موضوع الترطيب. لازم كل واحد اولا يعرف طبيعة بشرته ايه ويتعامل مع هذا الاساس، ويراعي موضوع ترطيب البشرة. اذا كانت بشرتك دهنية او جافة او مختلطة او عادية، اي نوع من انواع، تبقي عارفة انتي نوع بشرتك ايه عشان تتعاملي معاه على هذا الاساس. كل ما اعتنيتي ببشرتك ومن بدري من سن العشرينات، كل ما كانت لطيفة معاكي، كل ما بتكبري بتقلل طبعا الرينكلز والفاين لاينز والحاجات دي. زي ما الصور بنعرضها معانا على الشاشة برضو. دي حلوين جدا. البنات ومامتهم عملت لهم ميك اب كلهم، وكلهم دي جميلة جدا. ده برضو بيرجع ان الميك اب لايق عليهم كده، بيرجع ان من الاساس بشرتهم يعني بيبقوا مهتمين بيها من الاول، علشان كده الميك اب بيطلع شكله حلو عليهم. طبعا لازم. موضوع تنظيف البشرة لازم تراعي ان انتي تنظفي بشرتك كويس جدا قبل ما تحطي اي ميك اب، لانه لو ما تنظفتش كويس وتيجي تحطي بقى الميك اب، تبصي تلاقي الفاونديشن بقى يعمل زي قشرة كده، تبان بقى بعد ما تخلصي الميك اب. ولازم برضو لما يخلصوا الميك اب يشيلوه تماما، ما يبقاش فيه طبعا اي ده اثار في اساسي، وشهم ده للميك اب. اساسي، وخصوصا قبل النوم. انتي بتنزلي الصبح بتحطي الميك اب، بترجعي البيت اول حاجة تعمليها لازم تشيلي الميك اب.
طيب انا عايزه برضو اعرف منك ايه هو الروتين اليومي المفروض نعمله لبشرتنا علشان برضو نحافظ عليها دايما؟ يعني لازم اول طبعا ما بتصحي بتقومي بتستخدمي الفيشال واش بتاعك المناسب برضو الطبيعي لنوع بشرتك، لان كل بشره وليها الفيشال واش بتاعها. وبعدين بتستخدمي التونر، ده بيساعد على تفتيح المسام. وبعدين بتستخدمي السيروم، ده بيبقى كحماية للبشرة. وتحطي بعد كده المرطب. طيب هل في ماسكات برضو بنعملها بتحسن من بشرتنا وكده؟ اه طبعا في ماسكات كتير، و زي ايه بقى؟ في ماسك، بصي انا دايما اميل للماسكات الطبيعيه اللي هي موجوده من الحاجات البرودكت اللي عندك في البيت، بتسهل عليكي بدل ما تنزلي طيب وتجيبي. ممكن نعرف السادة المشاهدين كده ماسك مثلا نعمله مكوناته وكده؟ ماسك مثلا الموز، تجيبي موز وتهرسيه وتحطيه على بشرتك، ده مفيد جدا. ده لكل انواع البشرات؟ هو ميزته ان هو لجميع انواع البشرات. الموز طبعا احنا عارفين غني بفيتامين A وC وE وفي بوتاسيوم، فبيساعد على ترطيب البشره الجافه. والماسكات دي كمان فايدتها ان انت بتفتحي المسام، فتمنعي ان الاتربه احنا طول الوقت طبعا في الشارع، انت عارفه عوامل الجو بقى فكل ده بيساعد على ان يحافظ على يحافظ البشرة على اكتر. البشرة. طيب بالنسبة بقى للحبوب، احنا بنشوف ناس كتير جدا بيطلع لها حبوب في وشها، فاحنا عايزين نعرف الطريقة اللي احنا نتخلص بيها من الحبوب وكمان ما يسيبش اثر في وشنا، لان في حبوب بعد لما مثلا بنستخدم منتجات عشان مثلا نشيلها او حاجة برضو بيفضل في اثر ليها، فانا عايز اعرف ازاي نتخلص منها. هي طبعا الحبوب بتطلع البشرة الدهنية أكتر، يعني أكتر بشرة معرضة للحبوب هي البشرة الدهنية. في حاجتين لطاف جدا على البشرة اللي هو الألوفيرا والتيتري أويل اللي هو ورق أشجار الشاي، الاتنين دول هايلين جدا للوش، بيبقوا لأن هما أنتي إنفلاماتري وأنتي أوكسيدنت، يعني معامل بيعملوا بيظبطوا البي اتش عموما بتاعت الوش والجلد نفسه، فدول كويسين قوي ان احنا نستخدمهم. والالوفيرا بيعالج الحبوب، يعني لما تحطيه مثلا اي حد عنده حب شباب يحطه 3 مرات في اليوم بيعتبر كعلاج. وانتي انفلاماتوري، يعني ايه انتي انفلاماتوري؟ يعني لما تتعرضي للشمس وبيحصل التهابات في الجلد بسبب الشمس وأشعة الشمس وكده، حتى بتحطيه بيعالج الالتهابات دي ويهديها. اوكي طيب كنت عايزة اعرف برضو بالنسبة للتجاعيد اللي بتبقى في الوش، هل التجاعيد دي مرتبطة بالسن ولا لو استخدمت مثلا منتجات معينة كتير او ميك اب معين بيساعد ان هي تطلع بدري برضو؟ برضو العناية بالبشرة من السن الصغير، يعني طول ما انت محافظة على بشرتك نظيفة ومترطبة وبتعمليها كويس، هي بتديكي نتيجة او افكت كويس مع تقدم السن. فالبشرة الجافة بالذات، لان دي بتبقى يعني دي من عيوبها، زي ما البشرة الدهنية عيوبها ان الحبوب بتطلع او عرضة للحبوب، البشرة الجافة مشكلتها انها لو ما رطبتيهاش بتعمل رينكلز. كمان الفيشل اكسبريشن بتاعتنا طول النهار ضحك تكشير مش عارفة ايه الكلام ده كله، بيعمل الفاين لاينز دي. بس بالترطيب بنقدر ان احنا نتعامل معها. والسكين روتين اللي بيتعمل كل يوم قبل ما اخرج، وطبعا احط السان بلوك ده اساسي، واول ما ارجع من بره لازم احط. طيب هو الحل ده ينفع لجميع الاعمار؟ يعني حتى لو ناس كبيره الموضوع ده بيجيب معاهم نتيجه برضو ولا الصغيرين لا بيبقى طبعا، اسرع؟ لا طبعا، يعني انت بتراعي بشرتك وانت صغيره من بدري علشان ما يحصل لهاش كده. لكن لو الوقت عدى بيكي شويه وما عملتيش كده بسبب الانشغال بقى، والواحد في الاول مع بتبقي عايز تنزلي بسرعه شغل اولاد مش عارفه ايه، لكن برضو ما يمنعش ان انا افضل على نفس السيستم ده لغايه لما حتى اكبر،
يعني it's never too late، لازم الواحد يعتني ببشرته طول الوقت لغاية آخر وقت. اوكي طيب، انا عايزه برضو اعرف ايه اكتر حاجه الناس بتستخدمها في الميك اب او في ماسكات بتاثر على بشرتهم، هم مش عارفين بس يعني استخدامها كتير بيأثر على البشره. طبعا لازم البرودكت اللي تستخدميه يكون كواليتي كويس، دي اهم حاجه، الى جانب ان انت تكوني عارفه نوع بشرتك وطبيعتها وانت بتشتري المنتج. يعني ما تبقاش بشرتك مثلا دهنيه وتروحي تشتري فاونديشن اويلي، ده هيزود ايوه بالظبط. الدهون او الزيوت اللي في وشك. ما يبقاش بشرتك جافه وتروحي تشتري لها حاجه اويلي، فهو لازم تعرفي نوع بشرتك على اساسها تختاري المنتج بالتكستشر بتاعه على حسب ما انتي طبع بشرتك، وكمان على حسب الاندرتون بتاعك اللي هو درجة لون السكين. اوكي، احنا قلنا زي ما في اول الحلقه ان حضرتك فعلا مثال جميل جدا لاي حد عاوز يسعى او يحقق حاجه معينه، يعني ما يعني ما قلتيش زي باقي الناس انا هقعد اتعلم لسه حاجه جديده بعد العمر ده كله، لا انا لسه هشوف شغل جديد، لا ما فكرتيش في كده، انت فضلتي ورا حلمك ورا الحاجه اللي انت حباها لغايه لما حققتيها، وانا فعلا يعني فخوره جدا بحضرتك ان انت عملتي كده. فعايزه منك تواجهي كلمه كده للجمهور بخصوص الموضوع ده. والله انا يعني طول عمري بفكر في الحكايه دي، بس طبعا انشغال الواحد بقى في الحياه في الاول والولاد صغيرين وكده بيبقى اخد من وقتي كتير، بس اول ما جت الفرصه وولادي كبروا شويه قلت لازم افكر اعمل حاجه بقى لنفسي بحبها، وده فعلا اللي حصل. فكرت في الميك اب، وهم الحقيقه شجعوني جدا، ولادي وجوزي ومامتي شجعوني، وخدت فعلا كورس سكين كير وميك اب، وعشان ابقى بقى بروفيشنال ميك اب ارتست، ومارست الشغلانه وببقى سعيده جدا وانا بعمل لاي حد والاقيه مبسوط وساتيسفايد كده بالشغل، وانا اصلا ابقى ساتيسفايد باللي انا عملته بشيء طبعا بيبسطني جدا. يعني انا وجود حضرتك معايا بسطني جدا وتشرفت جدا جدا بجد بوجودك معايا. أنا للاسف مبسوطة وقت أكتر. حلقتنا خلص بسرعه، كده الوقت يكون خلص. استنونا في حلقه جديده في برنامج احلى كلام، هكون معاكم ريم النمر وهنتكلم في احلى كلام.